عندك طبخة زاكية وحابة تقدميها في كتاب طبخ؟ دوقينا طبخك في مسابقة ست النكهات معك نور. أهلا وسهلا فيكم، رجعنا نكمل فقرة الطبخ. ديما هلأ بدنا نعمل شربة الجزر بالزنجبيل. خلينا ناخذ بالأول المقادير قبل ما نجاوب اتصالات، وعندنا كتير استفسارات على فيسبوك. لحتى نعمل شربة الجزر مع الزنجبيل رح نحتاج للمقادير التالية. بدنا 2 معلقة كبيرة زيت نباتي، 6 حبات جزر، بدنا بصلة مفرومة، 3 حبات ثوم مفروم، معلقة كبيرة زنجبيل مبشور، معلقة كبيرة بودرة الكاري ومي سخنة. بدنا مكعب مرق الدجاج من كنور، معلقة صغيرة بهارات مشكلة، ملح وفلفل أسود، ربع كوب كريمة، هذا اختياري إذا بتحبوها تطلع كريمي. تفضلي ديما. أوكي، هلأ حطينا الزيت بس بدي أقلي فيه البصلة، بصلة ناعمة. طبعا الجزر الرندة مفروض انه ما يكون مسلوق، بس انا سالقته حتى نلحق نهرسها بالاستوديو، فهو مفروض انه ينزلوا البصل توم زنجبيل والجزر وحطوا المرقة وخلوها تغلي بعدين تنهرس. اوكي، فانا اليوم سالقته حتى اسرع الموضوع شوي. اها، وقسمتيه كتير رقيق عشان يستوي معك بعد السلق. بعد، لا قبل السلق، ما اخذش شيء قبل ولا شيء. اسهل وهو طري. كان في سؤال قبل شوي لدعد عم تسالنا انه هي وحده عامله دايت وبتقول انه الدجاج بيطلع كثير ناشف، ايش في طريقه تطبخ الدجاج بدون زيت لانه مش لازم تعمل زيت ويضل طري؟ اوكي، هاي مشكله انا مرقت فيها فعلا. لانه بالبيت مرات حدا عندي بيكون بيعمل دايت رجيم. شوفي كيف هلا بالنسبه للدجاج، إذا مسموح تستعملي شوية زيت زيتون، لأنه بالعادة معظم الحميات فيها شوية زيت خفيف يعني خلال النهار. هلأ إذا في، انقعي صدر الدجاج قبل بيوم بشوية زيت زيتون وخل. هلأ إذا ما في زيت زيتون بس بتحطي خل. هلأ زيت زيتون خل، إذا مش مسموح كمية بسيطة. إذا مش إذا مش مسموح بالحمية هذه. وبهارات، ملح لا أكيد أكيد لا، حطي فلفل أسود، شوية بهارات مشكلة، ممكن تحطي بودرة الثوم بتعطي طعمة. ليش ملح لا؟ لأنه الملح كتير بحب هاي المعجنة. لأنه إذا ملحنا اللحوم من قبل وهي نية بوقت وهي نية بتطلع ميتها. ليش بتشد؟ كتير مهمة هاي المعلومة، لأنه الملح بيمتص الرطوبة من اللحمة، بتصفي ما فيها مي، فلما تيجي بدك تطبخيها بتصير ناشفة. إلا اللحمة والدجاج لا يملح خلال النقع إلا خلال الطبخ. بالضبط. بينما الأسماك وكل المأكولات البحرية لازم تتملح قبل عشان تتشرب نكهة الملح. يعني هذول لأنه هي حلوة. يعني معلومتين عكس بعض. اللحوم وجاج زي بعض، الأسماك لا. الأسماك المأكولات البحرية. هلأ بتنقعيها قبل، بعدين طريقة هاي على الشواية سواء على الجريل أو بمقلاية بتحمي النار كتير منيح. أوكي؟ إذا حطيتيها والجريل بعده بارد بتلزق. لازم يكون حامي. بتحطي صدر الدجاج، واحسن انك تقصي تفتحيه يكون انه مستوى السماكه متساويه لكل الصدر، يا بتقسميه نصين يا بتفتحيه زي الفراشه هيك من شقه السميك بتفتحي هيك باتر فلاي على الحامي. بس تحسي انه اخذت لون وبلشت تتحرك تقلبيها على السايد الثاني. هلا بتملحي، وممكن بعدين تضيفي اي صلصات، ممكن تضيفيها ممكن بندورة، انا ما بحب الدجاج مع البندورة بس انه لانه بيعطي للدايت المجبور الواحد يحب اشياء ما بحبها. تقدر تحطي شويه تشيلي حار، بعدين بس تحطيها على عالي من الشقتين ترجعي توطي تحتها سواء حطيتي صوص او لا، وعلى نار واطيه ضلك تقلبيها هيك هيك لحتى تستوي. هلا ليش من اول على كمان مره؟ هلا اول شيء اول شيء اركب هلا كل خلينا احكي بشكل عام، لانه هذا كثير ناس بيسالوني انه كيف الستيك او الدجاج بده يطلع بده يضل طري. يضل حتى الهامبرجر او التشيكن برجر. هلا اهم شيء اول شيء بنحط على حامي حامي سواء هذا دايت او مش دايت. على الحامي بنعمل يعمل زي طبقه بتنشوى، اول طبقه بتعمل زي حمايه يعني ببطل يطلع الجوس السيرينج اسمها. بعدين على الشقة الثانية كمان على الحامي حامي خلص، بس الشقتين الفوق وتحت يصيروا لونهم أشقر ذهبي وعاملين طبقات حماية يمنعوا تسرب العصارة تبعت اللحوم لبرا، بنوطي النار على الهادي وبتضلك تقلبيها
يعني هون مثلا دقيقة حسب طبعا نوع اللحمة وقديش بتحبيها تكون مستوية. مثلا اللحوم إذا بدك إياها مستوية على الآخر والدن أو ميديوم أو رير يعني بسيط، الوقت طبعا بتفاوت. شايفة رندا هذا اللي بحكي أنا بالطبخ كتير مهم، إنه فعلا حلو الست إنها تطبخ بطريقة طبيعية، بس في أسس للطبخ طبعا. في أسس وقواعد لازم واحد يتمسك فيهم حتى ينجح تنجح مع الطبخ كل مرة، بتكون مغلبة حالها وعم تشتغل وكمان دافعة مبلغ. يعني في أنواع اللحوم اللي هي غالية غالية، بس كمان نقطة معلش أحكي كتير ضروري، خلال ما بنشوي الدجاج أو اللحمة أو الهامبرجر أبدا أبدا ما نرص عليهم بالتفكير أو بالمعلقة، تطلع المعلقة يعني بحيث إنه مدينة إيه تستوي. لا شو غلط، طلعتوا كل العصارة وبطلت اللحمة، فيش إشي جوا أي رطوبة بتنشف. لا تخافوا، شي هاي رطوبة جوا بتتبخر بالتتريش عبين ما تكون عم بتستوي القطعة. رهيبة فعلا، معلومات كثير قيمة وكثير مهمة. رندا أنا هلا بس حطيت الجزر مع بعد البصل والثوم، بعدين حطيت بودرة الكاري وحطيت شوية زنجبيل المبشور اوكي، وخلطت بهاراتنا رندا اللي بنحبها انا وياها. بس بهارات مشتركة انت تنتقل؟ لا عم نستعمل نفس البهارات، نعمل نفس الخلطة انا وياها تقريبا. خمس بهارات هاي انا بجيبهم كلهم حب وبطحنهم، هاي ببعتها مع ابني لكندا. يلا سمعيها للستات، قولي ايش هي البهارات. هاي اذكى شيء اللي هي بهار سادة حب، انا بجيبه حب وبطحنه. بهار سادة حب انا كلها قرفة وبطحنها وفلفل اسود وهيل وجوزة الطيب. ايوه هدول هم الخمس بهارات، بس طبعا بكمية معقولة حتى ما تتغى على طعمة الأكلة. أكيد وبتتفاوت قديش بتحبي حب هيل أكثر، بتقللي كذا حسب. هلا أنا أقل إشي في الخلطة هاي جوزة الطيب عندي طبعاً لأنها بتطعمي كتير، وأكثر شيء الهاي والبهار السادة. البهار السادة أكثر شيء. اسمعي هاي بعملها لابني ركان دائماً بياخدها على كندا لأنه بطبخه وأصحابه بطبخه مقلوبة وبعت لي صور. المقلوبة ما صدقتها، فرجيتها صورة المقلوبة اسمعي هيك، يعني قلت له أنا والباذنجان بس بتعرفي كل الشباب اللي بتغربوا معظمهم هيك. أنا أخوي لما كان عايش بأمريكا يعمل فول بزيت مقلوبة ودجاج محشي مقلوبة، بعت لي دائماً ببعت لي صور إيش بطبخه. فكل مرة بقول لي ماما عندي شغلة ضاغطني شوي، قلت له خير عندي عزيمة فكرت امتحان مش ملاقي، فكرت عرفت انه بعيد ولا، بيقول لي ماما خلصوا البهارات علي حرام. هلا حطيت شوية ملح اوكي. ديما في عندي حنان الحميدين من امريكا، هي من كاليفورنيا بتحضرك وبتحبك كثير، بتقول لك اعملي لنا الدجاج مع البرتقال والكيوي. عملته لا مع الكيوي، لا عملته مع برتقال وبطاطا حلوه والله. بس بنعمل الكيوي على فكره صراحه مش مارق علي، بدي اشوفه شو مع بردقان دجاج مع كيوي مش مارق علي، بس رح اشوف لك اياها. هلا رح احط شويه فلفل اسود اوكي. هلا نعطي شويه نصائح للعزايم من ديما ومن دعد. يلا دعد اول، بس انا بدي احط هلا مكعب نور. كملي انت ديما عشان اليوم فقره برعايتك نور، ما ننسى مكعبك نور. هلا بدنا نحط المكعب واخر شيء مستناها تغلي شوي بعدين رح اهرسها على الخلاط اوكي. زاكي ايش السؤال؟ هلا السؤال انه مثلا لما يكون عندك عزيمه، هلا دائما بكتب الست ايش بتحب تطبخ، قديش عدد الناس كذا، بس انت شو بتعملي؟ خلينا نعطي مثلا هيك نصائح انه لحتى انها العزيمه بتطلع بالاخر ممتازة، تنظمي وقتك وما تنعجيش، لانه داعد مثلا تكون عامله عزيمه كثير تكون عامله اشياء والناس جايين تحضن حالهم بتتعشى عن داعد، يعني محضر حالهم فاتحين بطنهم في شيء ديفرنت انه في شيء غير يعني بده يتاكل، فبتقوم تعمل اشياء صعبه، اشياء بدها تحضير مرات. عرفتي انا يعني بختصر كثير مراحل، بس قولي لي ايش لازم اعمل ك يعني ست بيت لحتى تطلع عزيمتي مرتبه وما انعجي. اول شيء في عندك اول شيء اختيار المنيو، اختيار الاطباق، بعدين العجقه والتنسيق. شيل الاغراض، ناخذ بشرة عشان ما نطرها غلط. ناخذ بشرة وبعدين داعد بتجاوب على السؤال عشان حرام خليها تستنى. الو بشرة ساره، اهلا وسهلا بشرة. اهلا مرحبا. اهلا كيف حالك؟ كيفك؟ الحمد لله تمام. اهلا تفضلي. ايش بتعلقي على اسمي تحكي لي بشرة سارة؟ انت مش بشرة سارة؟ بشرة سارة يعني اهلك لما سموكي بشرة كنت بالفعل بشرة، تفضلي. كيف ديما؟ هلا يا بشرة. انا كثير معجبة فيك، يعني لدرجة اني بحب كل يوم احضر برنامج. حبيبتي يا بشرة الله يخليكي، تسلمي، شكرا، ان شاء الله عم بيعجبوكي وصفاتنا. اكيد لانك انت امورة، بس انا في بغير اسمك على اسم ثاني. تغيري اسمي اسم ثاني ليه؟ شو بدك تسميها؟ بدي اسميكي روعة. روعة؟ روعة. بشرة وروعة. بشرة ايش تسميها؟ روعة. روعة؟ طب بس ايش ديما روعة؟ كثير بحبها. حبيبتي الله يسعدك. شكراً الله يسعدك. دام داعد عم تقول لها بحبك كثير. شكراً. نحكي معك اختي لهلا؟ طبعاً اعطينا اياها نحكي معها. نهلا؟ ايه نهلا. اهلا وسهلا يا نهلا. اهلا. بتجمعين شكلها؟
الله يعافيك ويخليك. كيف تفضلي. حالك؟ تمام الحمد لله يا نهلة، تفضلي. أنا عجبت كثير بشكرك على الطبخات اللي تعمليهم وكل شيء بيطلع من إيدك زاكي حبيبتي. وإحنا يا نهلة دائما بناخذ الطبخات اللي تعمليهم وبنطبقهم مثل أنت ما بتعمليهم. تسلمي تسلمي يا نهلة، إن شاء الله دائما أضلني عند حسن ظنكم، إن شاء الله دائما يعجبكم وصفاتنا. تسلمي حبيبتي. شكرا لك. راحت نهلة. طب اسمع شكرا بس بس شوي يلا درين يلا احسن يروح منا الوقت. اختراع روعة هذا. انا ما بعيش بدونه. اوكي بس دي عن جد دقيقة واحدة خلص خلينا نحكي شوي بكمل هرس بعدين. يلا تحدثوا. يلا دعي تكمل معنا وعزيزة. شو هلا اول شيء بصوص العزيمة الناجحة. هلا اول شيء عادة إذا العزيمة كبيرة بدنا نراعي الناس اللي جايين شو بحبوا شو ما بحبوا، بجوز حدا نباتي، بجوز حدا بحبش الحر، بجوز حدا يعني صح. فأول شيء بلاقي الأطباق اللي تكون متكاملة، يعني فيها خضرة أطباق كلها نباتية، في أطباق لحوم، في أطباق حرة، في أطباق مش حرة، وطبعا مع الحرص على يكون في سلطات يعني نوع سلطة تنويع. أيوة بعدين هلا التحضير، يعني انا بكون قبل اسبوع بكون عارفه شو بدي اعمل، ممكن اغير بعد فتره، بس انه الاشي في اشياء ممكن اعملها احطها بالفريزر. مثلا اذا بدي استعمل الكريب سواء للمالح او للحلو، انا كثير بحب الكريب يعني فعلا. ما بيخلو عندي عزيمه الا بكل الكريب داخل بشغل لانه مالح وحلو بعمله وبحطه بالفريزر. ما بده اشي مثلا نقع اللحوم قبل الزيت تعمل لا لا ولا بس عجينه لا بيكون معمول بتعمليه ولا اشي. واو وكيف بتضبيهم بين بعض؟ لا ما تحطي ولا اشي لانه هو في زبده. انا بالكريب وصفتي اذا بلاقوها على فيسبوك هيك فيها شويه زبده فما ما بتلزق، يعني بتطلعها عادي فوق بعض الطبقات ولا شيء هيك بعض بس يكونوا شوي بردوا. ايوه بعدين مثلا بنقع اللحوم والجاج والهاي بعملها قبل بيوم، اللي مثلا فيليه او مرات اللحوم الكبيره الحمراء بتاخذ يومين نقع اذا فخده او كذا بردوا هيك عندي النقع هذا خلصت منه. بعدين مثلا الاشياء اللي بنفس اليوم تنعمل بكون مثلا شيء بدي اعمله بنفس اليوم بده بصل مقلى بصل قبل بليلة حطه بالثلاجة. يعني في اشياء كتير دق تومة كمية مهولة من التومة انا كتير بحب التومة، كمان بتلاقي كميات مرطبان تومة مدقوقة او تومة مفرومة لانه حسب ايش هلا مثلا لو شوربة فيك تعملي الشوربة كاملة ما تحطي مثلا الكريمة اذا فيها كريمة لتاني يوم لما بدك اياها وبعدين لما تسخنيها بتحطيها كثير في هيك في كثير يعني مرطبان طعمه مدقوقة انا هاي بعدين الحلويات الباردة احسن اعمليها قبل بيومين مثلا الاشياء التشيز كيكس او الاشياء اللي تارت تنحط قبل بيومين تكون جاهزة تمسك اسهل يعني. وفي اشياء اللي 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 بنفس الوقت ما تكتري منها، يعني مش معقول تكوني عامله عزيمه وبدك تصفي كل الوقت قاعده بالمطبخ، يعني في اكلات الا تنعمل بحينها ما تكتري. ما بدك يوصل الناس عندك ما بدك يوصل الناس عندك وانت دايخه ومش قادره تقعدي معهم. مثل الورق وكوسه كلنا بنعمل بنحب احنا قبل بيوم بنعمل الورق بيصفي كل جنان اللف تبعه والغلبه قبل بيوم خلصتي منه ثاني يوم الصبح بتكون على بالضبط غاز. طب بتصفطيه بايش بتحطيه؟ انا بحطه بايركس هذا ما بحطه بمعدن ديروا بالكم هذا بدي احكي لانه فيه حامض ما بصيرش فيه اسيد بتفاعل بحطه ببايركس بعدين يعني ما يحطوه الصبح بالطنجره بين الليل يعني يحطوه بتفر اذا بقى بندوره البندوره اسيديه طبعاً. مش منيح بتفاعل مع الطنجره. سريع الازعاج قربت خلص مقبوله مقبوله طلعت روايح شهيه سيدينا ابو رمان بتصمح عليكي لاروع تنين اروع تنتين بالدنيا تنين اروع تنين بدي اروع تنتين دي ما وداعت اكيد مش انت وداعت اطلع برا انت تنتين بعدين واحد بيقول كورس صح كورس عاملين والله بعدين مين كمان الاشرف فراس بيسلم يسعد صباحكم يعطيكم الف عافيه اسيري مجالي اوكي سوري انا عن جد ثانيه لا بليز غسلي شغلك ما بحبش ازعج لانه حابين نحكي معك خلص هيك انهرست عندي تمام. على فكره هاي الشوربه كثيفه مرات في شوربات اذا بدي ازيد كثافتها بحط طحين بس هاي كثافتها ممتازه بتعرف كثير غاليه تخليني اشيلها هون والكريم مرات اذا في كريم بعطيها كمان اكزاكتلي بعطيها في ديما انا نقطه انا شو بعمل لما بستعمل المكعبات يعني اذا مكعبات بحمصها مع البصل مع البهارات. والبهارات صح يعني بدل ما اعطيها بالاخر كمان بدي اعمل هيك بعد ما اسيلي والله بدي اجربها ارتفتتها وبقل بس مش كتير بكير لانه بلاش تنحرق ما بدك تنحرق بس بيعطي نكهه زاكيه للمكونات تذكرت ايش لا هون بس دقيقه تغريد السواعي عم تسال تعيدي البهارات عيدي البهارات ديما الخمسه قرفه جوزة الطيب هال مطحون فلفل اسود وبهار ساده واكثر شيء بهار الساده والهال 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 وقال شيء جوزة الطيب جوزة الطيب قوي شوي وبعدين جوزة الطيب انه لازم تطحنيها اكثرها
على الوقت هلا يعني بالزبط. لانه بتفرق طعمتها، فانا برجع بضيف شوي جوز الطيبه. معلش بس اقول انا شيء، هلا في مثلا بقول لك شو الفرق بين 5 بهارات وسبع بهارات؟ في كل الناس عندهم شكل، ممكن تضيفوا لها زنجبيل وممكن ينضاف لها قرنفل، هون بصير كبشي قرنفل. انا بلاقيه بطعم مش بكل شيء زاكي، مش بكل شيء، هو قلبق للاشياء الحلوه. صح، القرنفل وزاكي مع الروستو اللحمه كثير اذا كان عجل. كبشي قرنفل او العجل الشهباية او الاكلات الخليجيه، بس مش بكل شيء، عشان هيك ما يدخل بوصفه بهارات. اعملوا 5 بهارات لحال وسبع بهارات لحال. دينا امجاد بتحب تسالك عن كيكه الامراء، سامعك فيها؟ لا والله مدام دعت لا، بجوز تحت اسم مسمى اخر. ايش في ايش هي لو اعرف شو هي؟ في بعض المسميات بلاحظ انا على بتعرفي هلا كثير صار لانه الانترنت والمنتديات بسموه الاشياء، في اشياء بكون اسميها غريبه يعني مش بتكون كل الوصفه نفسها بس تحت اسماء. نعم تحت اسم. نعم نعم نعم. شو كمان كنا بنقول؟ ديما انت كمان شو كيف بتحضري بالعزايم تاعونك؟ يعني اكيد اللي بيجي معزوم عندك بتكونوا محضرين انه عند ديما في شيء غير زاكي يعني شوفي، بس انا زي ما قالت مدام دعدي كثير التحضير المسبق بلاقيه بريح واللي بقبلي بيوم شوي، بس طريقه ما ياثر على الطعمه يعني تكوني شاطره ايش اللي بدك ايش اللي بدك تحضريه. بس برضو انا سريعه فكره بالمطبخ يعني بكون مخلصة عزايمي بكير وقاعدة يعني نوعي يعني حتى بحب اعمل كل شيء بايدي بلاقي طاقة. اسهل يعني بدل ما اقول لحدا يقطع لي معصب عرفتي بدي اخلص انا بكون فيعني هو التحضير المسبق. وزي ما قالت مدام دعد اهم شيء اختيار المنيو لانه زي ما قالت في ناس بيجوا عندك ما بياكلوا سمك، في ناس ما بياكلوا لحمة. هذيك المرة كنت عاملة انا كذا شغلة، فكنت عاملة فتة فول كنت عملتها بدون لحمة، فاجت وحدة قالت لي احنا بنعملها بلحمة، قلت لها ما كل الاطباق اللي انا عاملتهم بلحمه وجاج. افرضي اجى عندي حدا ما باكل لحمه لازم يكون في طبق مثلا يوافق طعمه بشحي كمان ولا لحمه. ريلي فتت الفول جعبالي اعملها انا، كنت معي انت على ما عملناها كنت معك اطولها فتت كنت الفول معي. انت قلتي لي انه كثير زاكي موجوده على اليوتيوب. انا صراحه ما عمري عملتها مدام دعد كثير زاكي. بليز قولي لي اياها كثير زاكي بصير هيك بغششيني اذا ما بدي اغششك انا اذا عملتها على فتافيت بقول من ديما حجابي موجهه اذا ما بدي اغششك انت مين بدي اغششك يعني. انا ما غشي منك، انا جبت فول لسه اول امبارح. هلا انت كيف بتضبيه بالفريزر؟ هذا تفريز الفول كثير سالوني عنه، هذا بدي هلا انا لانه حكيت بس اشوف طريقه ضروري الواحد يفريز. هلا تفريز الفول بما هلا موسمه وكلنا عم نفرز كثير مهم. اول شيء طبعا بنحاول تنقل الحبات اللي طريه لسه شويه، بعدين اذا بتلاقوا تنتين مربوطين ببعض بيكون في امل اكثر انه يكون طري بعد الفول. ايوه لانه مزبوط لانه ممسوكين بقلب بالساق الصغيره هذه يعني فبتكون لسه اطرى من غيرهم. مش مشكله. هلا اذا كبير انتوا بتقصوها بتفتحوا، اذا لقيتوا الجلده رقيقه كبوا الاخضر البراني بناكل بس الحبه، اذا كان في زي الفرو هيك وطريه هاي بتكون ممتازه. اكل من قيم الخيطان، انا بحب اقص الفول صغير صراحه يعني هيك شيء 3 سنتي مش اكثر يعني مش الحبه صح؟ مش يمكن الحبه نفسها تنقص. لا بالسكينه، بس لما في حبه ما بقصها. اوكي بقيم السكينه بس كامله بين الحبه مرات اطول من الخضار مو مشكله. بين الحبات مرات اذا صغيره كثير بكون بقصها اكبر. انا بقول لو احط كمان معلقه ايش رايكم بالطنجره؟ ليش صاروا 17 معلقه؟ لا بعدين هلا اهم شيء انه ينشغل بسرعه. لا هلا الفول لازم ينشغل بسرعه كثير. تحبي تاخذي اتصال؟ لا كملي الفول هلا بسرعه يعني اذا تركتوه بسود، لانه مرات بيقولوا لي ليش صار عندنا الترافو سودا. هلا من قمعه من قيم كل الخيطان وبتقطع وبنغسل مي بارده بسرعه، وبهذا الوقت وانت عم تغسلي طنجره كبيره على النار نخلي مي تغلي مع رشه ملح صغيره ورشه سكر، انا هيك بحط. اوكي وهي عم تغلي هلا الفول هذا اللي غسلناه بالمصفاي دغري على المي اللي عم تغلي، مش على مي بارده واستناه يغلي. مي عم تغلي بحطه اخذ منى وتكون كثير من ليش يعني ياخذ منى طبيعي. طيب هلا بنكمل مدام دعد بعد الاتصال. طويل تغلي هلا استنوا الفول هلا بالطنجره يتبع يغلي الفول ناخذ منى. منى مرحبا. اهلا وسهلا، والله متاسفه يا منى تاخرنا عليك، تفضلي كيفك؟ لا عادي بسيطه طالما معكم مدام دعد على عيني وعلى راسي. والله الله يخليك ان شاء الله تكوني على التليفون. سمعتي طريقه تفريز الفول؟ انت لا تسمع الاعاده. والله انا من المعجبين كثير بمدام دعد. الله يسعدك ويخليكي، اهلا وسهلا يا منى. دائما والله بتابعها على فتافيت. تسلمي منى، تسلمي. ثانك يو. وجربت منها طريقه البوظه المقليه وعن جد بتجنن. غلبتك شوي بس بتحدقها. هي بتغلب بس كثير خبره رائعة. هي الخبره والممارسه بتصير الوحده. ما حدا ما بيعرف يطبخ، مجرد في رغبه طبعا وفي ضلك تجربي الشغله بتبدعي فيها.
طبعا اكيد. تسلمي. بدي اشكركم الله على برنامجكم الحلو وعلى استضافه مدام دعد بنتكم معكم. الله يخليك. ومدام ديما كثير بحبها برضه وبعرف معجب بطبخاتها كثير برضه. الله يسعدك يا رب. تسلمي. ثانك يو. اوكي شكرا لاتصالك. هلا هلا. يلا هلا غيري الفول. هلا بصير. اوكي هلا بحط هلا طنجره عم تغلي المي فيها رشه ملح ورشه سكر مش كتير لانه الملح بنعرف احنا بالبقول بخليها تشد بس انا للتفريز بعمل هيك لانه هلا بدي ارجع اشطفه. الفول من المصفاي على الطنجره قلنا بتغلي بس يرجع يغلي ترجع تغلي طبعا بدها تبرد المي لما ننزل الفول بس ترجع تغلي بس دقيقتين مجرد ما تشوفه لونه تغير كله صار زي بعضه بيجيب طنجره كبيره وجات كبير فيه مي وتلج. أيوة. يعني شغلته شغله بس بالاخر بتاخذوا نتيجه رائعه. بمصفايه كبيره او انه بصفيه مصفايه ودغري على المي المتلجه يعني تلج ومي تغمره واستنوه لحتى يبرد يرجع يصير بارد تماما بتصفى منيح وعلى الاكياس الفريزر اللي مسكره طبعا مزبوط. هلا بضل اخضر بضل اخضر. هلا بما انك حكيتي كيف سلقه انت سالتيني عن الفته بطوله مفرز الا اذا كان مرحله حرام برضه سالقتنا. يلا خديها بعدين نحكي. اول شيء قبل زهور افراح عبد الله بتسلم عليك دعد قالوا هي دائما بتتابعك وبتحبك. افراح عم تبعت لنا من مكه وبتسالنا اذا بنقرب لبعض. افراح احنا خوات اخوات. ناخذ زهور وبعدين بناخذ فكره فته الفول من ديما. زهور يسعد صباحك رندا. هلا يا زهور كيف شو حالك؟ أخبارك؟ أهلا وسهلا تمام وإنتي؟ والله الحمد لله مستقيت لك. شو أخبارك؟ ما شاء الله عليك وما شاء الله على مدام دعد. أهلا وسهلا فيها ونورتنا والله مطبخنا اليوم. تسلمي. شكرا. تسلمي يا زهور حبيبتي الله يسعدك. طبعا إحنا دائما بنتابعها على فتاتيس وبنتواصل معها على الفيس. تسلمي. أهلا فيك حبيبتي. أصدقاء أهلا وسهلا فيكي شرفتينا مدام دعد. الله يخليكي. شكرا كثير حبيبتي. أصبح على ديما كمان. يسعد صباحك يا زهور كيف حالك؟ ديما بتصفط. بصفط يا زهور. حبيبتي كيفك؟ حبيبتي شو أخبارك؟ والله الحمد لله يسلم أيديكي. طبعا أنت دائما مبدعة ورائعة حبيبتي يا زهور. والله أنت اللي كلك ذوق دائما. تسلم يا حبيبتي. حبيبتي الله يسعدك. تسلم أيديكي وبصبح عليكم وعلى الجميع وشكرا لكم. بوصل. شكرا حبيبتي. شكرا يا زهور. شكرا زهور. معنا أماني. ناخذ أماني قبل الفتة. أماني أشوف شكلها نسيناها للفتة. نسيناها دي أماني. لازم تغلي أكتر بس هي ثك. ألو مرحبا مدام رندا. أهلا وسهلا يا أماني مشي كيفك؟ تمام الحمد لله وإنتي كيفك؟ الله يسلمك. بشكركم على استضافة مدام دعد. أهلا وسهلا شكرا لك. طبعا ما في غنى عنها يعني ما شاء الله عليها دائما متألقة متميزة. تسلمي. تسلمي الله يخليك. أنا دائما بحضرها على فتافيت وبطبخ الوصفات اللي بتعملها. كيف بتلاقيها؟ بتطلع زاكية بالتفصيل الممل. أنا ما عندهاش مزح. ما شاء الله عليك وما شاء الله كمان على مدام ديما حبيبتي. الله يسعدك يا ربي. شكرا مدام ديما على الوصفات اللي بتعمليها. طبعا انا دائما بطبق اشياء كثير زاكيه. تسلمي. تسلمي حبيبتي. ان شاء الله دائما هيك تعجبكم وصفاتنا كلنا وكلنا نفيدكم ان شاء الله. نفتخر عن جد بهيك شفات عندنا بالاردن حبيبه. شكرا الله يسعدك ويخليك. شكرا سويا عن جد على التميز وانت ما بتستضيف غير الشخصيات الممتازه. الله يسعدك كلك ذوق. شكرا لكم يعطيك العافيه. تسلمي. تسلمي الله يسعدك يا اماني كلك ذوق. قديمة قلنا إجا دور الفتة. أكيد بدكم. أكيد أكيد جواب نهائي. بعد ما تنسل يعني بعد ما تكوني سلقتيها سواء مفرزتيها أو فرش يعني سلقتي زي ما قالت استدعت بقلي بصل وتوم بعدين بحط الفول معه بس دقيقتين على النار وفلفل حر أرن بكون مقسمته. بحط يعني مرقة دجاج بس إشي يا دوب يعني أقل من بس تسويها هيك يا دوب يا دوب. وبحط كتير كزبرة ضمة كزبرة مفرومة وتوم طبعا. بعدين بصير زي الفول اللي مقلب بس فيها شويه مرقه. زيت زيتون انت قلبتيها. زيت زيتون بس بيكون فيه شويه مرقه صار. ايوه ايوه. بعدين بعادي كيف فتي خبز خبز مقلي والفول واللبن برجع بزين بالكزبره. في رز شيء انا مره كنت شفت كان في مرشوش رز مع انا لا مريش اعملها. في ناس بحطوا رز في ناس بحطوا لحمه. انا طريقتي افضل انا خبز وهيك مقلي يعني زي كنا فول مقلب مع خبز ولبن. لا قصدي بين زي فته الدجاج بنحط لها طبقه خبز وطبقه رز. في صاحبة ماما بتعملها مع رز. انا لا احنا بدون لا هيك ولبن متوم لبن متوم وطحينه صنوبر والكزبرة كمان كتير لازم تجربيها. بكرة هيك غدا أنا حبيبتي. انتي عد حبيتيها وأكيها كتير. تعالي أخذ اتصال. هلو ألو ألو مرحبا كيف رندا؟ أهلا وسهلا. مين معي؟ أنا ديالة بحكي. ديالة تفضلي. أهلا وسهلا يعطيكم العافية على الأكلات الزاكية. الله يعافيك يا رب. تفضلي. ومسلم على مدام دعد ومنوره القناه اليوم. الله يخليكي. ثانك يو. كيفك
كيفك شو ديما؟ هلا حبيبتي، هلا ديالا، شو اخبارك؟ ديالا ايش انت؟ انا ديالا تادروس. اهلا ديالا، شو اخبارك؟ تمام. اشتقنا لك. اشتقلك العافية. هلا حبيبتي، حبينا نسلم عليكم، يعطيكم العافية. حبيبتي الله يعافيك يا رب. تسلم يا ديالا، شكرا لك. اسمعي أم خالد بتسأل بتحبك وكذا، دائما بتتابعك على الفيس، قالوا بتحب ذوقك بالأغاني عشان بعد مرات بتنزل أغاني. ذوقي بالأغاني كثير بنزل. قال بتقول لك شو بتحبي، وبتقول لك أم خالد شو بتحبي تهدي أغنية هلأ لرندا ويا ريت تغنيها. لا لا أنا أغني دهونه بس. إيش في أغنية للخوات؟ طب بدي أسألك أنا سؤال هيك، إيش رأي جوزك بأكلك؟ الله. زوجك بالذات ودي بدعمك كثير كثير. يعني شوفي، اول شيء كايش بحب، كثير بحب اكلي لدرجه يعني وتعود انه الاكل دائما زاكي طبعا. يعني انا هذا يعني هذا شوي زعلانه منه، ايش ادبحت كل قاعدين مغلبه حالي وعامله هالاكل، ومرات بكون متفننه وهيك بقعد بيجي مرحبا من الشغل بغسل وهيك بنقعد. هو جوزي قليل الكلام، بطل يعلق. بطل لا قليل وقليل بكل شيء، بس هي انا ما بتوفي معي، بس ابتزامته ما بتفارق وجهه. لا مش قليل كلامك، بس قليل التعبير، بصير انا اطلع انا بطلع هلا بحكي بصير اطلع اكل. طب بلع ما قال شيء، بلع ما بلع. ايش خالد زاكي؟ قديش زاكي؟ كتير. طب ليه ما بتقول؟ ما انت عارفه دائما اكلك زاكي. انا بحب اسمع شكله. هاي على فكره عند كل الستات انت كمان يعني بطل يعلق، بطل يحكي. يعني بقول له طب ما هو انا يعني اذا ما علقت رح اعتبره مش زاكي. بخس انه هيك بقول لي طب ما نضلنا نقول زاكي، بقول له لا بس يعني اذا ما حكيت ولا كلمه انا رح اعتبر انه الاكل مش زاكي. لا بس بحب كل شيء، يعني مثلا هني مري مرات مثلا اذا مش ملحقه اطبخ او شيء زي ما عنده مشكله، لبنه بيض بنعمل، ما في مشكله. ما كيف بدعمك كثير يعني ما بتصدقوا يعني قديش كتير أنا بدين له، إنه لولا هو داعمني يعني كان ما قدرت أوصل لهلأ أنا عم بعمله. يعني في سفر في بياخد كتير من جهدي بالمطبخ، من وقتي بالبيت يعني، وأنا بالمطبخ وبالكتب وبالوصفات وهيك كتير داعم. وبتصيري تعبانة مش قادرة حتى مثلا تعمل حياة اجتماعية أو مثلا تطلع مشكلة. مثلا بقولي خلاص إيش مش قادرة، خلاص بقولهم إنه عم تعمل وصفات. يعني كتير داعم متفهم، هذا أهم. وبحس إنه يعني مبسوط براود لانه كمان هو جزء يعني هو يعني بسافر بغيب شهر كامل يعني مين بيقبل؟ مين بيقبل؟ بيقبل احد بيقول خلص شو بدك روحي؟ فبحضر له اكل مثلا بالفريزر، بحضر للعيله قال ما تحطيش ولا شيء بالفريزر، احنا مندبر حالنا. بس طبعا احنا ما بنقدر. لازم شكرا لكم. الحمد لله. خالد ابو جابر بنسلم عليه كثير كثير، وانا بحيي كثير. وانا بحيي جوزك كمان. احنا خلصنا للاسف، مر الوقت بسرعه، ونحن حابين انه نضل معاكم، بس بنشكركم لمتابعتكم لليوم. تفضلي. بس بدي اقول انه بدي ابدي اعجابي بقناه رؤيا صراحه. يعني بحكي انا بتجرد، قناه كثير رائعه، برامجها متنوعه، برامجها جريئه، وبتخاطب كل الناس بكل اهتماماتهم، واللي ما بيعجبه برنامج بيلاقي برنامج ثاني يعجبه. انا هيك يعني صراحه. شكرا والى اللقاء. باي باي. شكرا دعيت. باي.